الو مين؟ ميشيل ياس حبيب قلبي. ايه يا عمنا؟ وحشني جدا 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 جدا. انت بتتكلم من ايه؟ من القاهرة. الف حمد لله على السلامة يا سيدي. لا طبعا ده انا سعيد جدا ومنتظرك جدا جدا. قول لي نزلت فين المرة دي؟ طب عيال ده قريب مني. لا انا في الطريق، مسافة السكة هتلاقيني قدامك. يا الله شو اشتقت لك محمود بيك، والله لك وحش كتير. يعلم ربنا انت كنت وحشني قد ايه. طب احلف لك ومالكش عليا يمين ولا حاجة، النهاردة انا كنت ميت من التعب، كنت مستني اوصل بيت بس ارمي نفسي على السرير واروح في النوم، انما اول ما سمعت صوتك حسيت انك وحشني بجد، جيت لك فورا. ما انت كان لازم تيجي على طول، انا جيت خصوصا لالتقي بيك وبدي ارجع باري على بكره دغري. وانا تحت امرك ات يور سيرفيس يا خواجه. هالتمثال اللي بعت انا خبره ليعينه قالوا لي انه منيح. اتس اوكي. انا كنت عارف انه اوكي من قبل ما ابعت لك صوره او شريط الفيديو بتاعه. قديش بدك فيه؟ انت حدد السعر اللي شايفه مناسب واحنا نشوف هل ده موافق ولا هنخش في مناهدة زي كل مرة. اوكي سبع. والتسليم؟ as usual زي كل مرة برضو في مكتبك جوه باريس.